طيب خلونا بقى نروح على مقر جريدة الشروق مع مراسلنا العزيز الأستاذ محمد توفيق ونتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. وبالمناسبة هيكون كمان معاه لقاء مع الأستاذ محمود باهي الصحفي بجريدة الشروق. صباح الخير عليك. صباح الخير، تحياتي ليكم وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الأهلي. يوم جديد وجولة جديدة لأهم وآخر الأخبار الرياضية في مصر والعالم. قبل ما نبدأ جولتنا الخبرية يعني نبدأ بجدول مباريات اليوم، وكمان يعني زي ما بيقول عشاق كرة اليد سواء في مصر أو العالم النهاردة مع موعد مع يعني 9 مباريات على أقوى مستوى من المنافسة في كرة اليد. البداية تبقى الساعة 4 عصرا ومباراة تحديد المركز 27 بين الكونغو الديمقراطية وتشيلي. من المفترض إن كان في مباراة تانية الساعة 4 كانت بين كاب فيردي وكوريا الجنوبية لتحديد بطل أو صاحب المركز 31، لكن المباراة حسمت لكوريا نظرا لانسحاب كاب فيردي بسبب حالات كورونا انسحبت من الدور الأول للبطولة. الساعة 6:30 طبعا المباراة اللي بترقبها كل المصريين مباراة مصر والدنمارك، أولى مباراة دور الثمانية في البطولة، يا رب نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. المباراة الثانية هتبقى أنجولا والمغرب على المركز 29 وتونس والنمسا اللي بيتنافسوا على المركز 25. الساعة 9:30 هيبقى فيه 3 مباريات من دور الثمانية، فرنسا زي ما بنقول يعني صاحبة 4 ألقاب أو في بطولة العالم مع المجر، وكمان السويد مع قطر، السويد تاني أكتر منتخب متوج ببطولة العالم 4 بطولات من قبل. كمان المباراة الأخيرة هتبقى أسبانيا والنرويج، يعني أسبانيا يمكن بطلة أوروبا والنرويج هي وصيف كأس العالم في آخر نسختين. نبدأ جولتنا الخبرية والخبر الأول من جريدة الشروق صاحبة الضيافة النهاردة. الليلة منتخب اليد يحلم بحجز بطاقة نصف نهائي المونديال أمام الدنمارك بطل العالم. إن شاء الله يعني تنطلق في 6:30 المساء اليوم على صالة استاد القاهرة مباراة مصر والدنمارك، أولى مباراة دور الثمانية في كأس العالم. إن شاء الله يبقى التوفيق حليف مصر. مباراة صعبة لكن إن شاء الله يعني زي ما عودونا رجال كرة اليد في مصر يكونوا قد المسؤولية وحققوا الفوز بإذن الله. الخبر الثاني معانا برضو من الشروق، 1.1 مليار يورو خسائر الأندية الأوروبية الكبرى بسبب كورونا. يمكن في أحد الشركات الكبرى المتخصصة في مجال التدقيق المحاسبي عملت إحصائية وتقرير مالي عن العام المنقضي. أوضح التقرير أن نسبة خسائر الفرق الكبرى في الدول الأوروبية بلغ 1.1 مليار يورو. يمكن أهم أبرز الخسائر كانت بسبب عدم حضور الجماهير وتراجع كمان عائدات البث الفضائي. بعد كده هنروح اليوم السابع والخبر بيقول عبد الحفيظ ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة الأهلي وهدف بواليا في بيراميدز التحام عادي. يمكن بعد المباراة امبارح كابتن صلاح حفيظ كان ليه تصريحات كتيرة كان أهمها عبر قناة النادي الأهلي، يعني اتكلم عن التحكيم في المباراة والقرارات اللي اعتقد انها ظلمت النادي الاهلي بشكل كبير. المباراه كانت كبيره بين فريقين كبار ولازم كانت تحسم بغلطه او بهدف واحد، لازم ناخد حقنا بالتحكيم. الخبر اللي معانا بعد كده عالمي ومن موقع روسيا اليوم، برشلونه يحدد موعدا جديدا لانتخاب رئيس له. كان نادي برشلونه الاسباني حدد موعد جديد لاجراء انتخاب لانتخاب رئيس جديد له خلال جوزيف ماريا بارتيميو اللي انتهت ولايته بالاستقالة منذ 3 أشهر. يمكن كان محدد الموعد الأولي للانتخابات يوم 24 من يناير الجاري، لكن بسبب القرارات الحكومة المحلية في كاتالونيا تم تأجيل الانتخابات لموعد لاحق بسبب الإجراءات اللي كانت مفروضة هناك بسبب جائحة كورونا. يعني عشان نتكلم عن أخبارنا بشكل أكبر ونحللها ينضم لنا الكاتب الصحفي محمود باهي الصحفي بالشروق. سيد محمود برحب فيك بالبداية، أحداث متلاحقة لكن ابرزهم طبعا مباراه مصر والدنمارك النهارده في دور الثمانيه لكاس العالم لكره اليد، شايف المباراه ازاي وتعليق عليها؟ طبعا منتخب مصر والدنمارك النهارده بيخوض اقوى اختبار ليه في بطوله العالم منذ بدايتها. طبعا احنا عارفين منتخب الدنمارك بطل عالم حامل اللقب، فريق مصنف ده سواء على بطوله اوروبا او بطوله العالم او حتى الميداليه الذهبيه للاولمبياد، فاعتقد النهارده هيبقى اختبار قوي جدا لمنتخب مصر. انا اعتبر بدايته الحقيقيه بس للاسف هي جايه بدايه قويه جدا. اي نعم المباريات اللي فاتت منتخب مصر قدم عروض ممتازه وتفوق في 4 مباريات، خسر مباراه واحده كان ضد السويد، خمس مباريات وخسر مباراه واحده ضد السويد. فأعتقد أن النهاردة تبقى مهمة صعبة جدا جدا، لكن زي ما بنقول ممكن بالعزيمة بالحماس، عندنا جيل كويس، عندنا لعيبة سبق لأن هي خدت كاس العالم للناشئين وجيل صاعد، فأعتقد أنه في كل الحالات منتخب مصر هيطلع كسبان من البطولة. منتخب الدنمارك يبقى هو المرشح الأقوى في المباراة دي، لكن برضه منتخب مصر طبعا صاحب الارض والضيافه، عنده لعيبه ممتازين، عندنا احمد الاحمر، في محمد ممدوح هاشم لاعب الدايره ده برضه من النجوم، لعيب سبق لي ان هو فاز ببطوله اوروبا كره اليد، فاعتقد ان هو اختبار قوي وهو اصعب اختبار لمنتخب مصر النهارده، وكل الاحتمالات وارده، وان على الورق يعني بنقول ان منتخب الدنمارك هتكون فرصه وهي الاقرب.
يعني الشأن المحلي والنادي الأهلي يمكن 10 مباريات خسارة 6 نقط، الست نقط أعتقد التحكيم كان له دور كبير فيهم سواء أمام وادي دجلة أمام البنك الأهلي وامبارح آخرهم أمام بيراميدز. يعني شاف تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح إزاي وما يتعرض له النادي الأهلي من مواقف تحكيمية متكررة وأخطاء ضده. هي الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل يعني زادت كتير جدا الفترة اللي فاتت، كل الأندية بتشكي منها، والغريب انه مع تطبيق تقنيه الفار في شفنا في الفتره الاخيره في نوع شويه من التواكل من حكام الساحه على تقنيه الفار بشكل كبير، وكان حكم الساحه رغم ان هو القرار الاول والاخير حتى بعد الاستعانه بالفار، ولكن حكم الساحه بيرمي المسؤوليه من عليه على تقنيه الفار. امبارح شفنا اخطاء المفروض مع تقنيه الفار تكون حاسمه اكتر من كده. في مباريات تانية حتى مع مكسب شفنا مباراة سيراميكا كليوباترا برضو هدف كان لصالح النادي الأهلي وما لم يتم احتسابه، حتى موسيماني نفسه طلع وقال أنا شايف أن الكرة جول ما فيهاش أي حاجة، لكن في نفس الوقت زي ما بقول لك هو في نوع من التواكل على تقنية الفار من قبل حكام الساحة، وللأسف سواء حكام دوليين أو حكام مثلا وجوه صاعدة أو كده، لكن برضو في نفس الوقت تحس أن في يعني نوع من ان هو يعني تقنيه الفار مع الوقت ممكن ما نلاقيهاش موجوده، ده تساؤل برضو كبير جدا. شفنا انديه كتير بتشتكي منها، شفنا كلام ان هو ممكن تلغى، ممكن يا ترى مثلا ممكن مع الوقت نيجي نقول اتحاد الكره مثلا ان يرمي الكره في ملعب الانديه، او اتحاد الكره مثلا بيقول لا احنا مش هنتحمل تقنيه الفار والنادي اللي عايز الفار هو اللي يكمل بيه. طبعا ده ما هيبقاش فيه تكافؤ فرص، لكن اعتقد الانديه الكبيره اللي بتنافس على اللقب سواء الاهلي او الزمالك او حتى بيراميدز الانديه اللي عندها امكانيات ماديه اعتقد انها مش هتقبل بالغاء تقنيه الفيديو. لكن الاخطاء التحكيميه في الفتره الاخيره زي ما بقول لك زادت جدا، حكام الساحه في نوع من التواكل واضح وصريح، يعني احنا شفنا في احد المباريات 4 ركلات جزاء الحكم ما تدخلش فيهم تماما رغم ان حالات واضحه قدامه في مباراه الاسماعيلي وغزل المحله. فالاخطاء بقت كتيره جدا وبقت متكرره وبقت كمان فيها نوع من الاستفزاز. تكرار الاخطاء امام النادي الاهلي تحديدا، يعني النادي الاهلي في 9 مباريات في الدوري لغايه دلوقتي 3 مباريات فيهم زي خساره نقط كلهم باخطاء تحكيميه، حتى المباراه اللي كسبها كان فيها اخطاء تحكيميه، لكن اعتقد الاخطاء التحكيميه اثرت على مباريات كتيره منها البنك الاهلي الغاء هدف صحيح، وكمان امبارح امام بيراميدز ضربه جزاء صحيحه ما بتحتسبش وكمان هدف صحيح لم يحتسب. كمان الاخطاء بتزيد حدتها لما بتكون فاصله، يعني بعيدا عن نتيجه المباراه زي ما بنقول امبارح كابتن سعد حفيظ بيقول لك ان المباراه زي دي بتخلص بلقطه، فخطا تحكيمي مؤثر كان ممكن يفتح لك المباراه، هدف يفتح لك المباراه. لكن زي ما بقول لك هي الاخطاء التحكيميه المفروض ان يعني مباريات كبيره حكام على مستوى عالي جدا المفروض يبقى في دقه، الحكام نفسهم بيبقى الضوء مسلط عليهم. مباراه امبارح تعتبر يعني مباراه مصنفه الموسم ده كانها مباراه قمه، فغير مقبول فيها ان هي يتم تكرار خطا زي ده. يعني تكرار اخطاء مثلا في مباريات ثانيه عادي مش مشكله، بنقول مثلا خطا وارد جزء من كره القدم زي ما بنقول، زي ما اللاعب بيخطئ مدرب بيخطئ اي اداري بيخطئ، لكن المشكله ان الاخطاء زادت عن حدتها ولا وغير كده كمان بقت اخطاء تحس ان هي مش هنقول متعمده، طبعا مش هنخش ونشكك في نوايا احد، بس في نفس الوقت لا اخطاء يعني مع وجود الفار المفروض ما تكونش اصلا موجوده، يعني هو الفار اصلا موجود عشان يلغي الاخطاء دي او يصحح الاخطاء دي، لكن مع وجود الفار لا تحس ان في حاجه مش صح. يعني قدر النادي الاهلي انه ما بيقفش كتير عند المباريات، دايما فيهم بطولات ومنافسات، كاس العالم للانديه يمكن الاستعداد بيبدا ليها من النهارده، شايف مشاركه النادي الاهلي ازاي وفرص النادي الاهلي والاهداف اللي راح يلعب من اجلها؟ طبعا النادي الاهلي مصنف بطل افريقيا، نادي كبير بتواجهه طبعا مواجهه صعبه جدا مع نادي الدحيل القطري، لكن اعتقد مع اقامه المباراه بحضور جماهير او اقامه البطوله بحضور جماهير حتى لو كان محدود اعتقد ان النادي الاهلي هيجد مسانده كبيره في مونديال قطر، مسانده جماهيريه حتى لو كانت محدوده 30% اعتقد من سعه الملعب. وفي نفس الوقت فريق الدحيل فريق قوي جدا، فريق بطل الدوري عنده محترفين على اعلى مستوى، زي ما سمعنا موسيماني قال لك ده فريق تفوق على تشافي هرنانديز اللي هو مدرب السد اللي هو الفريق اللي يعتبر يعني اقوى فريق قطري بيشارك في دوري ابطال اسيا. لكن برضو نخلي بالنا الدحيل برضو فريق قوي عنده عناصر مميزه، عنده محترفين من البرازيل مؤخرا متعاقد مع مهاجم منتخب كينيا ولسه مسجل هاتريك في مباراه كاس قطر، فاعتقد ان هي تبقى مواجهه صعبه، لكن الاهلي قد التحدي وبرضو هو داخل البطوله بطل افريقيا، يعني نفرق البطوله هو بطل افريقيا هيواجه بطل دوري، فممكن برضو نقول هنا على الورق ان النادي الاهلي فرصه اقرب، بس المباراه هتبقى صعبه جدا. يعني كريم نهواند انا معاكم واستاذ محمود موجود معانا، لو في اي استفسار او اي اسئله عايزين توجهوها له. لا احنا حابين طبعا نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، واكيد كل الشكر برضو والتحيه لضيفك العزيز الكاتب الصحفي بجريده الشروق الاستاذ محمود باهي، شكرا جزيلا ليكم.